بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم يا أولاد طلاب وطلبات الثانوية البريطانية IGCSE، طلاب منهج ICT، واليوم إن شاء الله سيجن 32، وما زلنا في شابتر 5.1 The Effect of ICT on Employment. كنا اتكلمنا في السيجن الفاتت حوالين الابليكيشن وتأثيراتها، وإن احنا إزاي بنرديوس الستاف في الورك بليس. النهاردة إن شاء الله هنكمل الموضوع وهنتكلم عن المانيوفاكتشرينج أو الصناعات، وهل الاي اس تي ليها افكتد أو افكتد على الاندستري. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الروبوت، بنتكلم على الروبوت، وهل هو فعلا هيبقى فيه جوب لوسز ديو تو اي سي تي؟ فعلا جوب لوسز ديو تو اي سي تي هاف افكتد اندستري كان مور ذان ذا اوفيس انفايرمنت. ذا اوفيس انفايرمنت يعني وجود الروبوت دلوقتي هيؤدي، او الاي سي تي بصفه عامه في الاندستري هيؤدي الى جوب لوسز. ناس كتير هيفقدوا وظائفهم طبعا بسبب ان وجود الروبوت هيحل محل الايه؟ الانسان. الانترودكشن اوف روبوتس فور اكزامبل، ده طبعا مثال واكبر مثال موجود، هاز ريفولوشنايزد هاو الايتم ساتش از الكار برودوسد. يعني باين قوي الكار بتنتج ازاي، زي ايه مثلا؟ كار مانيفاكتشر ميك كونسيدرابل يوز اوف روبوتك. وان روبوت، الروبوت الواحد يقدر ان هو doing some task as a number of workers greatly reducing the need of manual laborers. يعني ايه؟ روبوت واحد ممكن يؤدي وظائف كتيرة كان يقوم بيها الايه؟ الانسان. زي ايه؟ فقالك هنا الروبوت are capable of carrying out the following task. ايه هي المهام اللي ممكن يؤديها الروبوت؟ انه يسبراي البوديز اوف ذا with paint، ممكن يعمل سبراينج او دهان السياره. طبعا الحاجات دي تعتبر دانجر او فيها ريسك على الانسان، فتعتبر الروبوت هنا بيحل محلها بدقه وباكيوراسي. ممكن يعمل ايه كمان؟ assembling all the body parts، all the body parts كل العناصر وكل الاجزاء الموجوده طبعا بدقه عاليه، يقدر ان هو يجمعها ويركبها في البادي بارتس. وايه كمان؟ assembly of engine and the transmission، assembly of the engine الموتور نفسه او اللي هو الكور of the car، الموتور نفسه او الانجن نفسه ممكن ان هو assembly of the the small part. طبعا الموتور او الانجن موجود فيه بارتس كتيرة جدا وسمول بارتس دقيقة جدا، هو بيبقى طبعا الروبوت أدق فيها من الهيومن. ايه كمان؟ fitting the wind screen، fitting the wind screen يقدر طبعا يركب الويند سكرين في الكار، assembly of the engine transmission و fitting the wind screen. robotic are fitted with different devices، ممكن يشتغل مع أجهزة كتيرة known as the end effector to allow the various tasks to be completed. For example, a spray gun. ممكن ان هو يبدأ يعمل spray gun to paint the body. Welding gun. عمليات اللحام كمان. كل دي الروبوت ممكن يؤديها بمهارة وسكيل عالية جدا. To allow the body part to be assembled. Or vacuum suction. طبعا عملية ال vacuum أو suction cup دي يعني زي انه يقدر انه يبيك اب سمثينج سمول سمثينج، يقدر ان هو يستكي العناصر الصغيره يعني تلزق فيه ويبدا ان هو يفيكس ات ان ذا كار. ويلدنج جان زي ما قلنا، الفوكيوم سكشن كاب تو جنتلي اهي تو بيك اب الويلد سكرين اند اتاتش ذيم تو ذا كار، اتاتش ذيم تو ذا كار، يقدر ان هو يمسك الحاجات يعني هيلد ذا ثينكس او ذا بارت اند attach them in the car، يعني يبدا يركبها على السياره. All of these tasks are carried out quickly and accurately وكمان في time after time replacing the need of a human labor. دي حاجه تعتبر positive، طبعا تعتبر positive بالنسبه لايه؟ الهيومن، او negative، لا negative effort بالنسبه للجوب لوسز، بس positive بالنسبه للايه؟ للورك بليس. هي احنا بنتكلم على الاجزاء اللي هي نيجاتيف بالنسبه للجوب لوسز. طيب only the more interact task such as fitting seat، بس شويه وظائف بسيطه يعني او فانكشن بسيطه هي اللي ممكن الانسان او الهيومن نفسه ورك فورس ممكن يؤديها، زي ايه؟ زي تركيب الفيتنج السيتس، الكراسي نفسها بتاعه الكار او الانتيريور تريم، are usually carried out by skilled human
workforce. طيب factory workers have had retrained to gain the following new skill. يعني الناس نفسهم الفيزيكال هيومن اللي هيشتغلوا في المكان لازم يحصل لهم ريترين عشان يأدوا مهارات معينة. ايه هي؟ مش كل مهارات طبعا يأديها الروبوت، لكن في مهارات معينة لازم الانسان يتدرب عليها. انه يعمل ايه؟ انه طبعا يشغل الروبوت او يمنتينس اوف روبوت، عمليات صيانة وعملية انه يبدأ يبروغرامينج الروبوت. طبعا هو مش بروغرام الروبوت ده، بيبدأ يديله الانستركشن اللي هيشتغل عليها. كواليتي كنترول، يبدأ يتأكد فعلا ان الريزلت طلع مظبوطة. يعني ما نقدرش نستغنى عن الهيومن. الماركتينج، ماركتينج عملية التسويق دي ما يقدرش الروبوت يأديها. الديزاين اند ديفلوبمنت، ديزاين اند ديفلوبمنت مرحلة مهمة جدا، لان مين اللي هيعمل الديفلوبمنت او الديزاين فور الروبوت غير الهيومن؟ كمان تريننج فور ذا وركر، مين اللي هيدرب الوركرز او الناس اللي هيشتغلوا في المكان نفسه غير الهيومن؟ مفيش غير الهيومن. طيب ايه الادفانتجز اوف روبوت اوفر هيومن؟ في مميزات من استخدام الروبوت عن الهيومن. طبعا زي ما قلنا من شويه، الانتاجيه العاليه او الهاير برودكتيفيتي، this can be considerable in mass production. in mass يعني الانتاجيه الكبيره قوي قوي، ممكن ان الروبوت ايه بيشتغل فيها بشكل افضل من الهيومن. مور كونسيستنت ريزلت، النتائج او البرودكت اللي هتطلع تكون ثابته بشكل واضح جدا مش متغير. الهيومن ممكن ايه يكون من خلال شغله المستمر ممكن يتعب، ممكن البرودكت هتطلع مش ثابته. فبالتالي هنا الروبوت بيتميز بالحته دي. روبوت aren't necessarily more accurate. روبوت are not necessarily more accurate but every car is identical. هو ممكن ما يكونش في دقة في بعض الأحيان، طبعا الكواليتي دي اللي بيحصل عليها مونيتورينج من خلال الهيومن، ولكن هتطلع بشكل إيه؟ مثالي أو identical. which means a big increase of reliability and easier maintenance for customer. big increase of reliability، في ثقة عالية من الإيه؟ الكاستمر على الشغل اللي طالع بسبب إنه في accuracy in a product. هل في مميزات تانية؟ they work non-stop. الروبوت ما بيقفش، ما بيشتغل على طول باستمرار without break، ما بياخدش break، ما بياخدش holiday on time، ما فيش shift hand over. طبعا ده روبوت. ايه كمان؟ they don't get bored by repetitive task. ما بيعملش ملل، يعني ما بيملش من الشغل المستمر. they don't go to a strike, go on a strike. كل دي تعتبر advantage. go on a strike يعني ما بيقومش بضرب، يعني العمال لو ما نزلش راتبهم او كده ممكن يعملوا ضرب او كده، فالروبوت لا ما فيش الكلام ده، هو شغال على طول الكترونيك. طب دي تعتبر advantages ممكن تيجي في الامتحان على فكره. طب disadvantages، even taking into account expensive maintenance، طبعا صيانته بتبقى عاليه، cost this robot will work cheaper in long time. بالرغم من ان انت عمليه ال maintenance في الاول والcost في setting up in the first time، ولكن هو on a long term بيبقى ايه cheaper than paying human wages. يعني ان انت تقعد تدفع رواتب شهريه للموظفين، لا خلاص انت بتشتريه مره واحده وبتنساه بعد كده وما بتدفعلوش راتب شهريا وما بيملش. طيب ايه disadvantages؟ ان ممكن الروبوت ده are expensive to purchase، غالي جدا مش كل الناس يقدروا يشتروه. and set up to، بس طبعا زي ما قلنا ان هو بالرغم من انه هو whilst it is more expensive but in the first time and set up in the first place، او زي ما بقول لك ايه in the first place. they often need to be programmed for every new task. لو في تاسك جديد عليه مثلا يبقى لازم هتضطر ان انت تعيد ايه برمجتها. they have a carry out which can be expensive time consuming. طبعا كل ده هيؤدي الى ان في وقت ضايع عشان تعيد برمجته، ممكن توقف المصنع بسبب الحته دي. طيب if an error، لو حصل error في الروبوت لازم هيحصل له ايه؟ ان انت تعيد برمجته او programming بتاعته. لو في ايرور معين لازم تحتاج للايه تو ديفلوب ميكانيكال بروبلم مثلا a number of production error will occur until the fault has been، لازم ان انت تحل الايه المشكله اللي هتطلع دي. يعني هو طبعا في بعض الروبوتس بيبقى فيها خاصيه او فيتشر اسمها ايه سيلف دايجنوستيك. سيلف دايجنوستيك ان هو لو في ايرور ظهرت فيه ممكن ان هو يبدا ايه يدايجنوست اتسلف ويتشيك اتسلف اند ايه ريبروجرامد او ريسيت اتسلف عشان يبدا يحل مشكلته بنفسه.
become اللي هي سيلف دايجنوستيك بيكوز increasingly sophisticated. طبعا بتبقى العمليات دي معقده جدا، فهو ممكن في بعض الاحيان في بعض الروبوتات انه يقدر يعمل سيلف دايجنوستيك. روبوت كان ديتكت ايرور ذير اون اوبريشن، هي دي فكره السيلف دايجنوستيك، انه ايه كان ديتكت ذير اون اوبريشن اند هولد برودكشن انتل الفولت از ريستيفايد. يعني بيبدا ان هو يتشيك اتسلف ويبدا يعالج المشاكل اللي عنده انتل ايه ريستيفايد، او ان هي لحد ما تتحل. طيب ده بالنسبه للنيجاتيف افكتس. النيجاتيف افكت ان انت في لوس للجوبز بسبب وجود الروبوتس. طيب ايه البوزيتيف افكت بقى، التاثيرات الايجابيه في الموضوع لو احنا بنتكلم في الامبلويمنت. احنا ما زلنا عشان برضو ما انتهش من الفكر، احنا بنتكلم على الامبلويمنت او التوظيف او الوظائف نفسها. في جوب لوسز ده يعتبر نيجاتيف بسبب وجود ال، وطبعا في مميزات وفي ادفانتجز وديس ادفانتجز. طب البوزيتيف افكت من الامبلويمنت، هل فعلا الوظائف ليها لو وجود الاي سي تي هيؤدي لبوزيتيف افكت؟ اه فعلا. ازاي؟ While the introduction of new software package and robots has clearly resulted in staff reduction, بالرغم من ان انت هتقلل العمالة، the positive side is need better trained، ان انت هتدرب ناس، لازم هيكون في ناس عشان يعملوا monitoring، عشان controlling، عشان quality. The need for trainer، هتحتاج الناس المدربين عشان يدربوا الناس على ان هم يستخدموا الابلكيشن او يستخدموا السوفت وير. certain of new ICT related work، سواء كان اوفيس مثلا ابلكيشن او سواء كان روبوت. offices has become more pleasant safer place work، وجود الاي سي تي هيؤدي الى ان انت المكان نفسه نو نويزي، التايب رايتر خلاص ما عادش فيه نظام الاله الكاتبه، الدنجر اند هيفي، مش محتاج ان انت كابينتس مثلا تكون كبيره جدا وتفيلد فايلز، كل الفايلز دي بتبقى ايه سيفد في الكمبيوتر. Why the introduction of robots، كمان فكره وجود الروبوتس في المانيفاكتشرنج هي led to a cleaner safer quieter، كل دي مميزات. All together more pleasant working environment، في بيئة تعتبر آمنة ونظيفة يعني. There has also been a large increase in job opportunities in some areas. For example، يعني انت فكرة الemployment برضو هيبقى فيها positive effect، زي ايه؟ ان انت هيؤدي لوجود وظائف هتستحدث لنيو او نيو جوب اوبورتيونيتيز، زي وظائف مثلا نتورك مانجرز، النتورك انجينير، الكمبيوتر تكنيكال، كل دي وظائف جديده لان انت هتحتاج انك تتعامل مع اي سي تي او كمبيوتر. ويب سايت ديزاينر، الراجل اللي هيبدا يديزاين الويب سايت ده لو انت هتعمل بورتال للكمباني مثلا او للسكول. ويب سايت ديزاينر، سيستم اناليسيس، كل دي وظائف خاصه بالايه بالاي سي تي. البروجرامر نفسهم اللي هيبداوا يعملوا السوفت وير او البرامج اللي هيشتغل عليها الهيومن، لازم يكون عندنا ناس بروجرامر. كل دي وظائف جديده استحدثت بسبب وجود الاي سي تي، الابلكيشن سوفت وير اللي بيشتغلوا نفسهم الناس اللي هم الانجينير، او مش شرط يكونوا انجينير، ممكن يكونوا ناس عاديه جدا بس تريند اون يوزنج كمبيوتر سوفت وير. مثلا هيشتغل على سبريد شيتس، وورد بروسيسنج، داتابيز، كل دي محتاجين ناس، وظائف للناس يقدروا يشتغلوا على البرامج دي. طيب الكمبيوتر انجينير نفسهم، المهندسين اللي هيقدروا ان هم يمنتين الكمبيوتر سيستم، يركبوا الاجهزه، يركبوا الشبكه، الكلام ده كله، كل دي وظائف استحدثت بسبب وجود الايه، دي تعتبر بوزيتيف افكت. دليفري درايفر، ايه دليفري درايفر؟ السواقين نفسهم اللي هيقدروا يوصلوا البضائع للكاستمر، ما هو الكاستمر هيريكويست الايتم باي اونلاين ويب سايت، تمام؟ طب مين اللي هي deliver الجودز دي او الريكوستس دي to the customer؟ لازم يكون في عندنا delivery driver qualified to deliver الايه الجودز to the customer. احنا نتوقف النهارده عند النقطه دي، وان شاء الله نشوفكم السيشن الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.